بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن نصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي لكابتن الاهلي وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي وكابتن علي عبد الرحمن وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن. الله يخليك. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز والاداء، وهارد لك للنادي الاسماعيلي. كابتن ايمن، النهارده مع طاقم تحكيم بالكامل كان دولي محمود البنا، لكن هو ما لعبش الجوله الاولى ولا الثانيه، لعب الجوله الثالثه مباراه الاهلي والاسماعيلي. طاقم التحكيم محمود البنا، وكان معاه احمد حسام طه المساعد الاول المتميز، وسمير جمال نفس الشيء. النهارده الاثنين مساعدين هايلين جدا جدا جدا. سيد مير كان حكم رابع، وكان معانا على تقنيه الفيديو كان عمرو الشناوي ومحمد نهاد محجوب. قبل ما نتكلم يا كابتن ايمن، نتكلم على محمود البنا الاول. وكابتن بلال، احنا من خلال قناه النادي الاهلي احنا بنتكلم على المعايير الواحده في اتخاذ القرارات. لما الحكم بيبقى عنده معايير واحده كابتن عادل في تقدير الاخطاء سواء للنادي الاسماعيلي او النادي الاهلي، يبقى الحكم ماشي كويس. لم نشعر ابدا بوجود النهارده البنا كابتن في هذه المباراه، ادار المباراه بكفاءه بتميز، وده عادتنا في محمود البنا، عنده ثقه بنفسه، لم يلجا للفار. المباريات ديت بتندرج تحت اللي هي صعوبه ايه؟ درجه الصعوبه؟ متوسطه. متوسطه. درجه صعوبه متوسطه، عشان بس نكون عندنا صراحه. نتيجه الاهداف، نتيجه ان الاحداث ما فيش احداث كتيره قوي، نتيجه ان كمان اللاعبين داخل ميدان اللعب كلهم مسهلين له بيساعدوا الحكم. فهنا بنقول ان هي نتيجه المباراه متوسطه. انا بس عندي لقطه المباراه او صيد الكاميرا زي ما بيقولوا كابتن احمد، وده كلام لازم نقوله عندنا للعيبه كلها. اللقطه الاولى هنشوفها، نشوف النهارده لاعب نادي الاسماعيلي عبد الرحمن المجدي. هنا بنشوف هو خرج خارج ميدان اللعب، شوف هنا التصرف مع صبيه الملاعب او مع الولد اللي هو اللي بيدي الكره في الملعب. هو هنا ادى انذار للسلوك الغير رياضي. بس عشان نوضح، كتير من الناس يقول لك هو الحكم ممكن يدي لاعب خارج ميدان اللعب بطاقه، ممكن يديله بطاقه صفراء وممكن يديله كمان بطاقه حمراء يا كابتن عادل. هو هنا انا عايز اقول ان البنا هنا كابتن بلال هو مركز داخل ميدان اللعب وخارج ميدان اللعب. يعني ممكن حكم تاني لعبه زي ديت هو ما يتصرفش التصرف طبقا للقانون. هنا كان لابد اشهار البطاقه الصفراء، ولو كان التصرف اكتر من كده بلال بنقول طبقا للقانون من حق الحكم يشهر البطاقه الحمراء. يعني انا لو لاعب داخل ميدان اللعب وخرجت للدكه او للاعبين اللي هم قاعدين او المدربين وحصل مني سلوك مشين، بشهر بطاقه الحمراء. هنا البنا انا بحييه اللي هنا كان موجود وكان مركز في الحاله ديت واشهر بطاقه الصفراء. بنقول يا جماعه احنا رفقا بصبيه الملاعب، ان الولد دوت يعني ولد جاي بيساعد وحابب ان هو يبقى موجود، حتى لو اتاخر في ان هو يديك الكوره ما ينفعش ان انا اشوط الكوره فيه بهذا الشكل. دي كانت لقطه الاهم عندنا في المباراه. نروح للحالات اللي جايه. هنا بنتكلم على احمد حسام طه. شوف هنا اللعبه دي مهمه قوي 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 قوي. كل يمكن يقول ان هنا في تسلل لكابتن شريف، ولكن شوف التميز الحكم المساعد الاول احمد حسام طه. شوف التركيز، لحظه اللعب، لحظه اللعب، ها ها ها، شوف الدقه في القرار من الحكم المساعد لما يكون مركز ورابط كويس قوي 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 لحظه التمرير وموقف التسلل. شوف هنا القدم، هنا مغطي القدم، وبالتالي هنا خط كمان موضح له كابتن. والخط طبعا بنقول للحكام يا كابتن شريف صح، بنقول دايما كحكم مساعد حاول لو اللعبه هنا على الخط حاول تستخدم الخط دوت يساعدك في تحديد اذا كان اللاعب في موقف تسلل او لا. انا هنا بشيد بالتمركز الهايل لاحمد حسام طه، وهنا خلى فيه استمراريه للعب، وهنا كان ممكن يجي منها هدف، وبالتالي هنا كان قرار صحيح من احمد حسام طه. يمكن اول حاله بلال معانا لاحمد حسام طه، على فكره رايح كاس العالم، بنقول له توفيق ان شاء الله في اندونيسيا. الحاله اللي جايه نفس الشيء. هنا شوف هنا سمير جمال الحكم المتميز، اثنين مساعدين بصراحه هايلين هايلين هايلين. نشوف هنا اللعبه اللي جايه، نشوف نفس الشيء. بص يا كابتن هنا الحاله دي، شوف هنا كابتن بلال صعبه طبعا، حاله من الحالات الصعبه. شوف ودقه خلى اللعبه تواصل، وقرار صحيح من سمير جمال، مفيش تسلل، وبالتالي هنا اثنين مساعدين تميز بامانه النهارده في هذا اللقاء. حالتين انا لازم اجيبهم عشان ما نقولش احنا بنجيب الحكام بس، لا بنجيب كمان للحكام المساعدين. هذه الحاله حاله تميز لسمير جمال. الحاله بعد كده شوف الحاله اللي جايه، ونشوف هنا الهدف.
وكمل بيرستاو. ممكن حد يقول الله ده ممكن بيرستاو يبقى في موقف تسلل، احنا جايبين الحاله دي ليه؟ هدف طبعا سليم، مفيش في تسلل حاجه، ولكن عايز اقول ايه، لحظه التمرير او التسديد من حسين الشحات بس، هنا بنحكم على الموقف اللاعب اللي هو الزميل وبنشوف هنا. لو كان موجود في موقف تسلل كابتن عادل هنا مثلا وارتدت من القائم وراحت له، تسلل تسلل، ولكن احنا بنشوف هنا اللاعب هنا متغطي بستاو، وبالتالي هنا جايب الهدف، هدف سليم كمان عند المساعد رقم واحد نتيجه ان بستاو جاي من تحت ومتغطي بيه مدافع من نادي الاسماعيلي. برافو احمد حسام طه، برافو سمير جمال، برافو محمود البنا. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات المهمه، ونشوف هنا بص بدون تردد، شوف خد الاشاره والتكنيك بتاع الرايه وادى الاشاره وساعد الحكم فيها التعاون، اللي احنا بنقول دايما لما يكون الحكم مساعد معاك كابتن شريف. هنا بنشوف هنا في مخالفه، ده بيرستاو الحكم مساعد قريب، وهو ده دور الحكم مساعد لما يكون موجود، ساعد الحكم في الحالات القريبه منك. ايضا لقطه تميز لاحمد حسام طه في التعاون، هنا نشوف الرايه وهي طالعه سمير، شوف هنا بيطلع الرايه وبيدي تكنيك، تكنيك الرايه كمان بيدي على مين المخالفه، يعني ما عملش رفكه ودى بالشمال كابتن الناحيه الثانيه كابتن بلال، ولا طلع يعني طلع بدل الرايه، ادى على طول الاتجاه، شاور فوق وادى الاتجاه ناحيه اللاعب اللي هو ارتكب المخالفه، وبالتالي خد خطوتين وادى القرار كان قرار صحيح. تعاون، بنقول التعاون ما بين الحكم والحكم الميدان. حالة بعد كده ونشوف مطالبه بركله جزاء، واحنا قلنا دايما المعايير، وقلنا مخالفه لمس الكره اليد هي ليها معيار، امتى احسب وامتى ما احسبش، احسب لما تكون الايد خارج نطاق الجسم. هنا بنشوف محمد هاني لحظه تسديد هو ايد ظهر، والايد هنا مضمومه في الجسم يا كابتن شريف، مضمومه تماما، يعني ما فيش اي مجال لاحتساب المخالفه. هنا البنا شايف كويس قوي وامر باستمرار البيع، بيقول قرار صحيح، ما فيش مخالفه لمس الكره بالايد. هنا بنشوف هنا الكره بتيجي فين، نشوف هنا شايف فين الايد مضمومه يا كابتن بلال، جوه الجسم، وبالتالي هنا كان قرار صحيح من محمود البنا. دي المعايير يا كابتن ايمن اللي بنحكي فيها، حكم متميز واثق من نفسه، كانت قراراته صحيحه. حاله بعد كده حاله من الحالات المهمه، وهنشوف هنا تنافس ما بين علي معلول ولاعب الاسماعيلي. انا عاوزك تاخد رجلك بس بقى، يعني تاخد عينك تروح على القدم لاعب المهاجم، القدم لاعب المهاجم. هنا نشوف هنا اللقطه اللي فاتت من فضلك، اللقطه من فضلك يا سمير والنبي، شوف هنا واحده 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 واحده، هنمشي نمشي تمام، نشوف هنا قبل اي حاجه خالص، شوف الرجل، الرجل يا كابتن الشمال هنا هيحصل فيها ايه. نمشي نمشي يا سمير، انا عاوز بس ارجع تاني، هنا الرجل بتتني، يعني انا هقع كده كده، انا هقع يا كابتن شريف هنا، هنا السكوت قبل اي شيء او اي قبل مخالفه، وبالتالي هنا التنافس الايد في الايد. شوف هنا الايد لاعب الاسماعيلي، ايد علي معلول الاثنين، وهنا بنقول التنافس العادل، المعيار واحد صح. لا توجد مخالفه، وكان القرار كان قرار صحيح للحكم، وبالتالي هنا مفيش مخالفه بركله الجزاء. الحاله بعد كده بيرستاو، هو شوف يبعد كامل بنا كابتن بلال 3 4 متر، يعني بص واثق تماما. وهنا لما بيجي الحكم بيبقى موجود، انا كمحلل تحكيمي لابد ان انا كمان اشيد بتمركزه والحاله اللي هو فيها وقربه للحادث. هنا بنشوف هنا المسافه قريبه قوي 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 كده، انا كمدافع كمدافع يعني مفيش مسافه ان انا اعمل اعاقه، ولكن هنا مسافه ضيقه، وبالتالي هنا انا بقول لعبه عادله مفيش فيها اي مخالفه، يستمر اللعب، وكان قرار يعني كابتن بعد اذنك اتفضل. اللاعب بيعمل كروس لجوه واللاعب ساب الكوره وراح رايح على جسم الراجل وبيعترضه، انا بعناية دي شايفه بيعترضه وساب الكوره، طيب يسيبه يعدي، ايه اللي يخليني اروح عامل ضهري ممتاز ورايح في جسم اللاعب؟ ممتاز يا كابتن، في الحاله دي تفرق في مباريات كتير قوي، في طيب ايام ما بتفرقش فيها، طيب ولكن كلامك لو انا هتفرج على الكوره دي، لو طيب حلفوا لي على مصحف تمام تمام وهحللها هقول الكره دي بينالتي. طيب طيب ماشي، بص يا كابتن شريف طبعا كلامك طبعا ليه كل، انا اسف ان انا لا 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 انا بتكلم على حاله تصرف كابتن والله لاعب نادي الاسماعيلي، انا ماليش دعوه بالكره دي، انا مبسوط انك انت بتقول كده. كابتن شريف، كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن عادل، لما تكون المسافه واسعه شويه، واسعه انا بتكلم في المسافه ما بين المدافع والمهاجم، لا من حقك لو انت رحت عملت الاعاقه دي، يعني انت عندك مسافه ممكن تروح، لا هنا هيحاسبك. ولكن انا اتكلمت في جزء مهم جدا، هي كانت المسافه هنا ايه؟ بص يا كابتن مفيش هما الاثنين ملتحمين، ممكن قريبين جدا. يبقى في فرق يا كابتن، لو المسافه واسعه وانت ارتكبت هذا السلوك كلاعب مدافع هحاسبك عليه، ولكن انا هروح فين؟ ده السؤال. انا كمدافع انا قريب منك جدا جدا، وانت رحت لم مره واحده، انا وقفت
انا وقفت ولكن لم ارتكب اي مخالفه. اقف يا كابتن ماليش دعوه بيه، ما اروحلوش ولا لنص سنتي. بص كابتن معايا اي نعم، انت عارف انا كان قلت انت عارف انا معديها ليه؟ آه. لان الكروس وهو داخل ماشي بيرستاو رايح في جسمه ماشي، تلاشيت حكايه ان الثاني راح رايح. انا فاهم كلامك كويس يا كابتن، بس قلت لك لو المسافه واسعه شويه امشي معاك اقول ان هي في ركله جزاء، ولكن وجود اللاعب يا كابتن المدافع قريب قوي 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 قوي، انا هروح فين يا كابتن كمدافع؟ فوقفت وبدانا شايف هنا القرار قرار صحيح يستمر اللعب يا كابتن شريف. ماشي كابتن تمشي ونعديها ماشي. الحلقه بعد كده نشوف هنا، ويعني اللعب الطاهر يعني هو البنا هنا الطاهر بيشوط ونشوف الحاله ديت ماشي. هنا كان ممكن الـ هنا التكمله هنا كان ممكن يدي فيها انذار لطاهر، ولكن هو طبعا ما شافش ان طاهر بيشوط يا كابتن بلال. يمكن دي يمكن في حاله ثانيه، دي اخر حاله، دي اخر حاله معانا ولا في حاجه ثانيه؟ تمام. بنكلم بمجمل يا كابتن ايمن، مين حس بالبنا؟ ما حدش حس بيه النهارده صح. طلع اشهر بطاقتين، بطاقه لطاهر وبطاقه لعبد الرحمن مجدي في المباراه كلها لم يذهب للفار. ايه هو ده التحكيم اللي احنا محتاجينه يا كابتن عادل؟ مظبوط يا جماعه، التحكيم سهل والله سهل، بس احنا احيانا بنصعب الامور على نفسنا كحكام. من فضلك اعتمد على نفسك، اجتهد، انزل الملعب وانسى الفار. صح، انسى تماما، متع استمتع. الله عليك، هم كانوا بيقولوا لنا كده مظبوط، انزل الملعب استمتع زي ما اللعيب من الناس اللي الواحد بيستمتع بيهم وهو بيتفرج عليهم. بالظبط بالظبط يعني. بشيد بالبنا، بقول ان هو يمكن خلى الصوره تبقى حلوه كويسه هو طاقم التحكيم. نتمنى طبعا للتحكيم فرصه ان في توقف ان هم يعني يطوروا. كابتن ايمن مبروك تاني النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق في المباراه الافريقيه يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا. شكرا جزيلا. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي في الجوله الثالثه للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1 عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. والبدايه هتكون ان شاء الله يوم الجمعه 20 اكتوبر امام سيمبا التنزاني في افتتاح دوري السوبر الافريقي. كل التمنيات طيبه للنادي الاهلي بالفوز. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف مبروك. شكرا يا كابتن، امتعتني. اشكرك كابتن ومبروك، وعقبال يوم 20 باذن الله يا رب ان شاء الله تبقى بدايه قويه جدا باذن الله رب العالمين. كابتن علي الرحمن شكرا يا كابتن، امتعتني. مبروك كابتن، واللي جاي احسن ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرب شكرا يا كابتن. شكرا ايمن، مبروك وبالتوفيق للماتشات الجايه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن. شكرا كابتن. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.